أعزائي المشاهدين، وياكم أخوكم لاعب نادي القادسية والمنتخب الكويتي مهدي أحمد القلاف. إن شاء الله اليوم متواجد معاكم في برنامج بيني وبينك مع النجم المتألق أخوي لاعب نادي القرين والمنتخب الكويتي لكرة اليد اللاعب عبد العزيز نجيب. أعزائي المشاهدين، معاكم أخوكم اللاعب عبد العزيز نجيب لاعب نادي القرين ومنتخب الوطني لكرة اليد. راح أكون ضيف في برنامج بيني وبينك مع أخوي اللاعب مهدي القلاف، وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم ونقدم لكم حلقة تليق باسم البرنامج. أنجبت الكويت العديد من نجوم كرة اليد أمثال أبناء عبد القدوس ووليد الحجرف وعباس طه وفيصل واصل، فمن ضمن هذه الكوكبة مهدي القلاف الذي سنستعرض بعضا من مسيرته وإنجازاته التي شملت نادي القادسية، والذي حقق معه لقب الدوري عام 2006 وكأس الاتحاد بأربعة مواسم متفرقة، وكأس آسيا عامي 2006-2007، ليكمل طريقه مع نادي القرين حاصدا معهم وصافة الدوري وكأس الاتحاد عام 2015 وثالث آسيا بنفس السنة، لينال بالعام الذي تلاه ثالث الدوري وثاني الكأس، لينتقل من بعدها إلى صفوف السماوي حيث نال وصافة الدوري عامي 2017 و2018، بالإضافة إلى برونزية كأس الاتحاد بالعام الماضي. أما على صعيد مشاركاته مع المنتخب الأول، فقد حصل مع رفاقه على لقب غرب آسيا والأسياد عام 2006، ليسجل من بعدها مشاركة مميزة بتصفيات أولمبياد اليابان 2007 تتلوها بعام حصد وصافة كأس آسيا، ليسطر اسمه بأحرف من ذهب ضمن منافسات كأس العالم بالأعوام 2003 و2007 و2009، فضلا عن أدائه الرائع بكأس آسيا 2012 و2014. ومن بطل إلى نجم آخر ترعرع بكنف نادي السلمية منذ عام 1992 وحتى 2011، محققا معه العديد من الألقاب والإنجازات على المستويين المحلي والخليجي، ليرتحل من بعدها إلى نادي القرين. فلا نزال حتى هذه اللحظة نتذكر إنجازاته المميزة مع السماوي عبر إحرازه لقب الدوري عام 2001 وكأس الاتحاد ب 2007 وأدائه الرائع بكأس الخليج للأندية عام 2003، والذي جعله يدخل التاريخ مع تلك الكتيبة الصلبة بتأهلهم لكأس العالم للأندية كأول ناد كويتي يخوض غمار تلك البطولة. ومن النادي إلى المنتخب، فقد تميز عبد العزيز نجيب بدماثة الخلق المصاحبة للنصح الدائم لزملائه في كأس الخليج عام 2007 التي استضافتها مدينة العين القطرية، ليحفر بعدها بعامين اسمه ضمن قائمة أساطير اللعبة أثناء مشاركة الأزرق بكأس العالم 2009 والذي أقيم في كرواتيا. شباب أل الجهد والمثابرة والابتعاد عن المتعة التي يعيشها أي شاب بعمر الزهور من أجل رفعة كرة اليد الكويتية في أسمى وأعتى المحافل، فالشكر كل الشكر لما قدمه جيل مهدي القلاف وعبد العزيز نجيب من عطاء سخي حتى يومنا هذا. طبعا اول ما بلشت انا كره اليد في ايام مرحله المتوسطه، اتوقع كنت في اولى متوسط، كان في كشاف يفتر على المدارس وكان يختار اللاعبين لكره اليد، فكان الله يمسيه بالخير كابتن غانم الخالدي هو الشخص اللي كان يفتر على المدارس، مثل ما تقول جمعنا وقدر ياخذ بعض اللاعبين او بعض الطلبه من مدرسه عبد الله بن كثير او عفوا المغيره بن نوفل المتوسطه في منطقه سلوى، ولله الحمد كنت انا واحد من اللاعبين هذيلة ودا نادي القادسية. وفي البدايه طبعا ما كنا نعرف احنا كره اليد عدل، يعني رايحين على اساس انها كره قدم ونستانس وهذا، بعد فتره بسيطه
تعلقنا في المكان أكثر وحبينا اللعبة ودخل علينا كرة اليد شوي شوي. لله الحمد يعني كانت هذه بدايتي في نادي الغاتسية. تأسست في المراحل السنية لين صعدت إلى المنتخب الأول. تدرجت نفس الشيء في منتخب الشباب. بلشت يمكن في 2001 أول بطولة لمنتخب الشباب، كنت صغير في العمر في ذاك الوقت، أصغر يعني من الجيل بأربع سنوات. الحمد لله قدرت أن أشارك معهم في عديد من البطولات على مستوى الدولي وقدرنا نحقق البطولات. نفس الشيء في المنتخب الأول قدرت يعني ألعب، يمكن كان عمري 18 سنة، لعبت أول بطولة كأس العالم في 2007 بضمان سلامة الخصم ومحاولة إيقاف خطورته. مهدي القلاب، مشعل سويلم لمهدي، يصوب مهدي ويسجل، هم كل الناشئين بدأوا يسجلون. بداياتي كانت في كرة اليد سنة 93، كان عن طريق ولد خالتي كان يلعب بحارس في نادي السالمية، فقال لي تعال معي النادي شوف ممكن تلعب أو شيء، قلت له أوكي. فرحت النادي وياه، سبحان الله نفس اليوم كان في مباراة في كرة اليد مراحل سنية تحت 12، كانت بين نادي السالمية ونادي الساحل. فالله يذكره بالخير مدرب نادي السالمية الكابتن عرفان بدير قال لي ليش ما تلعب؟ قلت له أوكي ألعب. فبدايتي كانت حارس مرمى بنادي السالمية، بلشت بنادي السالمية أول سنة حارس مرمى، بعدها تقريباً بأقل من سنة الكابتن عرفان غير مركزي من حارس لوينج. لعب تقريباً مدة سنتين بالمركز هذا، عقبها هي الكابتن عبد العزيز محمود الله يذكره بالخير قال لي لازم تلعب خط خلفي. قلت له أنا ما عندي مشكلة إن شاء الله أكون قد المسؤولية هذه. وعاد عقبها لعبت بالمراحل السنية تقريبا من تحت 16 سنة للفريق أول خط خلفي. لعبت بالفريق الأول مع عمالقة كبار من كرة اليد مثال الكابتن خالد الملا، الكابتن خليفة الخشتي، الكابتن خلدون، عبد الرزاق بلوشي، يوسف الفضلي، عبد الله ذياب، فهد فهيد، جابر نصير، ما شاء الله كوكبة من النجوم يعني اللي كان الواحد يعني لما كان يشوفهم بالتلفزيون يحلم إنه يكون معاهم بالفريق الأول. والفترة هذه اللي لعبت معاهم كنت يعني تقريبا 17 سنة كان عمري. رحت معاهم أول معسكر كان بستوفينيا مع المدرب مكي إذا ما كنت غلطان، لعبنا فيها هني كان عندنا مشاركة في البطولة العربية. حزتها لعبت تقريبا أول بطولة لي مع نادي السالمية، شاركت مع نادي السالمية عديد من البطولات العالمية، البطولات الخليجية والآسيوية. فكان يعني محطة صراحة يعني هي كانت الدافع لي أني أكون يعني لاعب بالطراز هذا. سنة 2011 تم انتقالي إلى نادي القرين، انتقال دائم. هني الأخ أحمد شحومي الله يذكره بالخير أصر علي أن أكون لاعب نادي القرين. كانت بداية أول سنة في نادي القرين سنة 2011، فكنت متخوف من انتقالي كون انتقال دائم ونادي جديد وأول مشاركة له بالدوري. فكنت أكلم الأخ محمد شحومة أقول له هذه أول سنة لي انتقال دائم صعبة، قال لي راح تشوف شيء أنت ما عمرك شفته. والشهادة لله كانت يعني كان انتقال يعني كانت خطوة إيجابية بحياتي، أني كنت يعني أول سنة لنا بالدوري قدرنا نوصل للمباراة الفاصلة على المركز الثاني مع نادي الكويت، وكنا حزتها كنا راح نشارك بطولة آسيوية. يعني هذه كانت طفرة كرة اليد. الأخ أحمد الشحومي سوى شيء يعني رفع قيمة اللاعب الكويتي في كرة اليد. طبعا هو يوسف الفضلي في إنقاذ مرمى من أكثر من هدف من أكثر من الله السلام عليك عبد العزيز نجيب. كرة سهلة سهلة إنما صعبة على حسن الفرح. سهلة شوف لما حطها بصورة فجائية على حسن الفرح وبيسجل منها هدف التعادل. هذه الكره شوف عبد العزيز نجيب. طبعا اول بطوله يمكن او اول معسكر اطلع معاه في 2001، معسكرنا كان في المانيا في مصر المانيا، بس ما كنا يعني مثل ما نقول اصدقاء او على يعني قراب من بعض. لكن في 2009 كاس العالم المنتخب الاول هني في اول مره احنا يعني نتقرب اكثر وتكون علاقتنا اقوى. طبعاً بعض الأمور اللي صارت في كأس العالم أو يعني مزاملتي الكابتن عبد العزيز نجيب في 2009 صارت لنا بعض المواقف في المعسكر. لقينا أن احنا يعني داخل الملعب متفاهمين أكثر في اللعب،
كون أنا ألعب صانع ألعاب وهو يلعب باك أيسر، فكان في بعض التفاهم داخل الملعب، هذا انعكس برا الملعب أنه نكون أصدقاء أكثر يعني. صارت لنا مواقف كثيرة داخل الملعب وخارج الملعب، عارفين معسكرات طويلة، نقعد يعني بحروة شهر ونص إلى شهرين، فشيء طبيعي يعني أن العلاقات بين اللاعبين تكون قوية في هالفترة هذه بالذات. ولله الحمد بعد ما ردينا من كأس العالم كانت العلاقة أكثر، صار هو مثل ما تقول يعني صديقي يعني، وطلعاتنا حتى في الكويت وروحاتنا وتجمعاتنا دائما نكون مع بعض. بداياتي مع أخوي مهدي القلاف كانت سنة 2009 كأس العالم كرواتيا، كانت علاقتي معاه سطحية في البداية يعني السنين اللي طافت قبل 2009 بالمعسكرات، كنا مجرد أن نسلم على بعض كوننا احنا تقريبا عمرنا واحد، نشوف بعض قليل. 2009 قوة العلاقة بيني وبينه كون البطولة كانت يعني بداية أول بطولة لي دولية كنت ألعب فيها، كنت أكلمة أقول له مثلا أن أنا أول مرة ألعب بطولة وبطولة عالم، وكانت مجموعتنا وايد صعبة، كان فيها أفضل فرق العالم بالتصنيف العالمي كرواتيا أسبانيا كوريا، وكان معنا السويد، فكانت مجموعة وايد صعبة، فكان شيء صعب علي أن أكون أول مباراة مع يعني أشارك مع منتخب الكويت بكاس عالم وأول مشاركة لي بكاس العالم مع الفرق هذه. فكنت أسولف مع مهدي، كان هو تقريبا قريب مني، فكنت أقول له أن المباريات هذه شلون راح ألعبها، أنا عمري ما لعبت المباريات هذه، كون أن أنا مثلا شاركت مثلا بالمعسكرات مع المنتخب بس ما حالفني الحظ أني ألعب مثلا بطولات أسيوية أو بطولات عالمية مع المنتخب، شاركت بس بطولة واحدة قبل البطولة هذه العالمية، بطولة أول بطولة كاس خليج المصاحبة الألعاب الجماعية اللي كانت بالإمارات مدينة العين، هذه كان منتخب الرديف، فكان لي أول مشاركة هنا مع المنتخب، فكان شيء صعب. أوكي كدول الخليج يعني كان بالنسبة لي شيء سهل لأني أنا لعبت مع نادي السالمية بطولات عديدة يعني، سواء كانت خليجية أو أسيوية أو حتى عالمية لعبت معهم، أول بطولة عالم لعبنا مع نادي السالمية كانت بقطر، بس كون أنا مع المنتخب وأول بطولة كانت وايد صعبة علي يعني. فكنت أسولف مع مهدي شلون راح ألعب، وهو صراحة يعني كون أنه كان يلعب بيمي بالكصانع ألعاب كان يهيئني يعني، كان يقول لي العب وخذ راحتك بالملعب لا تحاتي، أنت شنو تشوف شنو تبي أنا أساعدك فيه، أسوي لك الخطة اللي تبيها أسوي لك إياها. فكان يعني شوي هني العلاقة يعني بدأت تكبر بيني وبينه بالفترة هذه، والحمد لله قدرت تلعب كاس العالم هذا 2009، ولعبت يعني حتى اللي الناس ما كانت تتوقع لعبت أول لعبة مع السويد كانت مباراتنا، وقدمت مستوى بس للأسف ما حالفني الحظ بالشوط الأول حاشتني إصابة وما قدرت أكمل البطولة، بس قدرت ألعب المباراة هذه بشكل ممتاز بالشوط الأول، ما حالفني الحظ أن أكمل البطولة كلها. ودي أتكلم على مسيرة مع نادي القادسية والمشاركات على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. لله الحمد كانت مسيرة مع نادي القادسية خاصة في البدايات كانت جدا جميلة، ولله الحمد توفقنا وحصلنا على العديد من البطولات على المستوى المحلي أو على المستوى الأسيوي، ويحضرني يمكن من أجمل البطولات بطولة الدوري في 2006، كان فريقنا تو طالع يعني مراحل السنية صعد فريق الأول، والأمانة الفرق الثانية كانت فرق على مستوى عالي وفيها أسامي كبيرة، لكن يمكن إصرار اللاعبين والموهبة الموجودة عند اللاعبين والدعم اللي حصله الفريق في ذاك الوقت، لله الحمد توفقنا أن نقدر ناخذ الدوري والكاس، وأظن كان في بطولة السوبر هم قدرنا ناخذها. من بعد بطولة الدوري طلعنا على بطولة آسيا في عمان، لله الحمد قدرنا نحقق البطولة، كانت بطولة جميلة وعلى مستوى عالي، توفقنا في المحترفين ولاعبين الفريق أساساً توفقوا وقدموا مستوى عالي، ولله الحمد حصلنا على البطولة. لكن البطولة الأغلى والأجمل كانت في 2008 بطولة آسيا في الكويت، كون احنا في الكويت وبين جماهيرنا وبين أهلنا، فكان لها طعم خاص وطعم جميل جداً أنك تأخذ البطولة في الكويت وعلى نفس الشيء فريق كويتي نادي الصليبيخات الكويتي، فكانت بطولة جدا جميلة قدم فيها القادسية موسم. قبلها كان كاس آسيا الاتحاد، كاس آسيا الاتحاد هذا قصة، في أول مباراة قدرنا نفوز على نادي الكويت في دور الثمانية أو دور الستعش، فزنا على نادي الكويت
كانت مباراة قوية وحماسية. في الدور اللي عقبه لعبنا مع نادي العربي، قدرنا أن نفوز على نادي العربي في مباراة حماسية وجماهيرية. في قبل النهائي لعبنا مع نادي السالمية. نادي السالمية في ذاك الوقت كان للأمانة نجوم وخبرة، لكن لله الحمد وتوفيق رب العالمين قدرنا نفوز في هالمباراة، نطلع النهائي نلعب مع نادي صليبيخات. مثل ما نقول فريق النجوم، كل النجوم لاعبين المنتخب الأول على طراز عالي، لكن لله الحمد يمكن خدنا المباراة في الإضافة الرابع في هدف قاتل لأخوي عبد الله الحداد اللي هو قدر ينهي المباراة في الثواني الأخيرة. كانت بطولة ولا أروع، بطولة يمكن حتى خصومنا استمتعوا في الأداء، فهذه من أجمل البطولات على المستوى المحلي للأمانة. واحد على طول يذكرها ويتكلم فيها، ولغاية اليوم يمكن من 2008 لغاية اليوم الناس تتكلم عن هالبطولة هذه، وتتكلم عن أداء الفريق، تتكلم عن الروح اللي كانت موجودة. من أجمل البطولات اللي لعبتها مع النادي كانت كأس الخليج بالكويت، كانت من أجمل البطولات هذه اللي لعبناها. كان معاي أخوي الله يذكره بالخير مشعل سويلم، كان يلعب نفس مركزي، فكانت البطولة بالكويت والأجواء والجمهور كانت وايد صعبة، فكان يقول لي راح تقدر تلعب وراح تقدر تسوي شيء وهنا راح تقدر تبرز وتطلع اسمك، فكنت يعني وايد كنت حاب ألعب البطولة هذه، والحمد لله قدرنا ناخذ البطولة هذه. كان أذكر بالخير كابتن طارق بشير هو مدرب الفريق، رحنا معسكر هني كان مهيئني، كان يقول لي أنت راح تقدر تلعب البطولة، لا تفكر نفسك أن أنت لاعب محلي بس تبي تلعب بالكويت، وهذه البطولة راح تبرز اسمك بدول الخليج وراح تقدر تلعب وتقدر تعطي اللي عندك، بس يبي لها تركيز ويبي لها تمرين وإن شاء الله تقدر تسوي اللي تقدر عليه. والحمد لله الله وفقنا وخذنا البطولة، يعني كانت من أجمل البطولات اللي لعبتها بحياتي مع نادي السالمية. بالنسبة على المستوى المنتخب الأول، الأمانة كانت أول بطولة لي، يعني في عمر صغير 17 سنة وشوي. مدرب الغدير محمد عبد المعطي حب أن يأخذني مع الفريق في المعسكر، لكن لله الحمد توفقت في المعسكر. معسكر كان شاق، تلعب هالعمر هذا مع نجوم في ذاك الوقت، يعني تتكلم عن مشعل سويلم، في عز عطاء، في علي مراد، سعد العازم، يوسف الفضلي، نجوم عمالقة في كرة اليد، تتكلم عن لاعبين من الجيل الذهبي. من بعد المباريات، من بعد المعسكر وبعد المجهود، لله الحمد كابتن غدير محمد عبد المعطي اختارني من ضمن 16 لاعب اللي يمثلون المنتخب في بطولة العالم في 2003 في البرتغال. وبحد ذاته هذا كان فخر لي أن أشارك مع المنتخب، وأقدر أن أنا يعني أرفع اسم الكويت في المحافل الدولية، وأن أقدر أقدم له شيء بسيط للاتحاد الكويتي لكرة اليد. كانت بداية صعبة للأمانة، يمكن في أول مباراة كانت مع منتخب تونس. منتخب تونس في 2003 منتخب عريق، يعني منتخب له صيته في المحافل الدولية. في أول مباراة نزلني المدرب المباراة، وعلى يدي اليمين علي مراد، على يدي اليسار مشعل سويلم. الأمانة كان شعور جدا رائع، لغاية اليوم ما أقدر أنسى اللحظات هذه. يعني في هالبطولة سجلت هدفين على منتخب تونس وعلى منتخب بولندا، من أروع الأهداف اللي سجلتها. في المباراة الأولى مع منتخب تونس قدرت أن أسجل هدف، ولغاية اليوم أنا يعني في ذكرى هذا الهدف، كانت أجواء جميلة للأمانة. خسرنا المباراة، لكن مثل ما نقول إحنا كسبنا فريق للمستقبل، عناصر شابة كانوا طالعين، أنا يمكن كان معي أخوي علي الحداد في نفس العمر، قدرنا نلعب البطولة هذه. في المباراة الثانية لعبنا مع منتخب يوغوسلافيا، في منتخب يوغوسلافيا غني عن التعريف، خسرنا المباراة هذه، لكن الفريق الأمانة حتى ما قدرنا نقدم المستوى، لأن منتخب يوغوسلافيا منتخب صاحب نجوم على مستوى العالم، وهالبطولة هذه يعني صعد إلى مستويات أعلى. المباراة الثالثة لعبنا مع منتخب بولندا، نزلت المباراة هذه، منتخب صعب، منتخب يعني لاعبين نجوم على مستوى العالم، يمكن يلعبون في أفضل الدوريات على مستوى العالم. خسرنا المباراة هذه، وقدرت أسجل هم هدف في هالمباراة هذه، لغاية اليوم أحتفظ في الهدف هذا. وأعتقد أن هذا هو أفضل مركز المنتخب الكويتي على مدار مشاركات كأس العالم المنتخب الأول. من بعد البطولة هذه حاشتني إصابة، شوي أبعدتني عن مثل ما نقول المحافل الدولية. ابتعد في 2005 كأس العالم، ما قدرت أشارك مع المنتخب الأول في تونس. رجعت مرة ثانية وشاركت معهم في 2007 في ألمانيا بطولة العالم،
البطولة هذه كانت بالنسبة لي يعني من أجمل البطولات. لعبنا مباريات قوية بالمجموعة أو في أدوار الترضية مثل ما يسمونها كأس الرئيس. الحمد لله قدمت مستوى كبير في البطولة هذه. حاولنا أن احنا يعني نقدم أفضل ما عندنا، لكن طحنا في مجموعة شوي صعبة، وفي نفس الوقت حتى في دور الثاني أو كأس الرئيس طحنا في مجموعة صعبة، يمكن ما أعطتنا الأفضلية أن نتقدم في المركز، لكن بالنسبة لأداء الفريق في البطولة هذه قدم الأمانة الفريق مستوى عالي. من بعد هذه لعبنا يمكن هي من أجمل البطولات اللي مرت علي مع المنتخب الأول. يمكن ما حصدنا البطولة هذه، لكن قدمنا مستوى جدا رائع في البطولة هذه. كافي مؤازرة الشارع الكويتي والجمهور وحضور لنا في البطولة اللي هي كأس آسيا في أصفهان في 2008. البطولة هذه كانت على مستوى جدا راقي، قدرنا نتأهل المباراة النهائية مع كوريا. الأمانة استمتعنا. من المواسم الحلوة كانت الموسم اللي طاف مع نادي برقان. انتقلت من نص الموسم، رحت نادي برقان، لعبت معهم تقريبا الخمسة الكبار، هذا المربع الذهبي احنا نسميه. فمن المواسم اللي تحديت نفسي ان اقدر اسوي فيه شيء واسوي انجاز حق نادي برقان. نادي برقان ممكن نادي جديد بكرة اليد، شارك تقريبا ممكن 4 سنوات أو 5 سنوات اللي طافت وما حقق، ما عنده أي إنجاز. فكان طموحي أني أحقق إنجاز مع نادي برقان، والحمد لله قدرت أحقق المركز الثالث في الدوري، وكان إنجاز غير مسبوق نادي برقان. وكان طموحي أن نوصل للبطولات الآسيوية، لو كنا واصلين مركز ثاني كنا راح نشارك بطولات الآسيوية، بس الحمد لله قدرنا نحقق المركز الثالث. المركز الثالث راح يشارك نادي برقان بطولة العربية القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله يكون يعني بداية خير لهم إن شاء الله الفترات الجاية بمنصات التتويج إن شاء الله. ودي أتكلم عن تجربة جدا جميلة. يمكن لعبت بطولة مع نادي سعودي، نادي مدر السعودي في 2014. كان من المفترض نادي القادسية يشارك في البطولة هذه، لكن للأسف ظروف اللاعبين باللحظات الأخيرة اعتذر نادي القادسية عن المشاركة في البطولة هذه. يمكن كان الأمر هذا شيء إيجابي، معنى كان شيء يضيق خلقنا يعني أن نادي القادسية ما قدر يشارك في البطولة، لكن بالنسبة على المستوى الشخصي كانت تجربة جدا جميلة لي. استعان فيني نادي مضر، كانت مجموعتنا جدا صعبة، يعني كان السد القطري الأهلي الإماراتي ومضر السعودي ومفروض القادسية الكويتي. لما انسحب نادي القادسية شارك نادي القرين الكويتي في البطولة هذه، وأنا انضميت إلى نادي مضر السعودي. الأمانة مجموعة جدا صعبة، مجموعة جدا قوية، كون نادي السد القطري يحمل أو في صفوفه لاعبين على مستوى عالي، الأغلبية كانوا أجانب. نادي الأهلي الإماراتي عنده حسين زكي وكوكبة من اللاعبين على مستوى عالي، يعني لاعبين صراحة أو فرق على مستوى عالي. بالإضافة إلى نادي القرين يمكن قدر يأخذ بعض اللاعبين المحليين على مستوى عالي، وقدر أن يقدم مستوى طيب في البطولة هذه. في أول مباراة يعني ألعب مع نادي مضر ضد السد القطري، طبعا حارس السد القطري حارس منتخب أسبانيا إمبرادوس، حارس عريق حصل على العديد من الجوائز كأفضل حارس مرمى على مستوى العالم أو على مستوى أوروبا. كونك تلعب ضد الحارس هذا يعني شيء كبير، ولما تقدم بالذات لما تقدم مستوى ضده فيعني الأمانة شيء جدا جميل. وأمانة أنا يعني جدا سعيد كنت أن أنا أمثل دولة الكويت مع نادي سعودي وأقدم مستوى معاهم، كان الأمانة جدا شعور جميل. لله الحمد توفقت في هالمباراة هذه، وقدرت أسجل على نادي السد القطري 10 أهداف في هالمباراة هذه، وكانت من أجمل المباريات اللي لعبتها في مسيرتي على مستوى الدولي. كانت الأهداف من كل المراكز بجميع الوضعيات. أكيد نادي مضر والشباب السعودي ساعدوني في هالمباراة هذه على تقديم مستوى عالي، لكن ما اكتملت الفرحة. يمكن في المباراة الأخيرة مع نادي القرين أصبت في إيدي وخلاني أبتعد شوي عن الساحة الرياضية، لكن بشكل عام
كانت بطولة جدا رائعة، يعني قدمنا فيها مستوى جميل، ولله الحمد هالمباريات هذه وهالتجارب هذه تكون علاقات مع دول الخليج او على المستوى الاسيوي على المستوى الدولي، تكون علاقات جميلة تمتد يعني الى سنوات عديدة. بالمناسبة كان كنا ماخذين محترفين اثنين في هالبطولة هذه، اللي هو الكابتن الكبير علي زين لاعب منتخب مصر، نجم من نجوم العرب، وبالإضافة إلى لاعب منتخب الجزائر الكابتن مسعود، الأمانة لاعب على مستوى عالي، يمكن شارك مع نادي القرين في البطولة العربية، ما كنت معهم في البطولة هذه وقدروا يأخذون البطولة العربية بمساهمته طبعا. المحترفين هذين الأثنين كانوا موجودين معنا بالفريق، قدموا للأمانة مستوى جدا راقي، بالإضافة إلى حارس منتخب السعودي محمد السالم حارس عريق، الأمانة قدر أن يحافظ على شباكه مع نادي القرين في البطولة هذه وقدم مستوى كبير للأمانة في البطولة. تقام مباريات المجموعة الثانية، المجموعة الأولى تلعب في مدينة أوسيجك، المجموعة الثالثة فرزدين. الله يلقى الله، ألقى الله تفوق على نفسه ما شاء الله. من الصفات اللي يتميز فيها الكابتن خلوق مهدي القلاف أنه إنسان طيب لا يبعد الحدود، إنسان يعني ما عمري شفته زعل أحد ولا يرضى أن أحد يزعل يعني يزعل منه، وشخص يعني وين ما تبي يكون واقف معاك، يعني كنت ألجأ له بمواقف يعني استشيره بوايد مواضيع، سواء يعني بشغلي الخاص أو سواء كانت حتى لدرجة شغلات عالية كنت استشيره فيها، وكان صراحة يوجهني توجيه الصح، أنا شخص لما تتكلمه يعطيك الناتج على طول، يعني ما في مثلا لف ودوران، ما في مجاملات، ما في نفس الشغلات اللي احنا نسميها النفاق او انه يكذب علي. فهذه من الشغلات المميزه بمهدي القلاف، ومهدي القلاف من الناس اللي يعني شخص كريم، شنو ما تبي منه يعطيك اياه، لو تطلب ماي عيونه يعطيك اياها. فهذه من الشغلات ومميزاتها الحلوه بالكابتن مهدي القلاف. من المواقف الطريفة مع مهدي القلاف عندي موقفين ممكن مع مهدي. أول مواقف، سنة من السنين كنت بلندن مسافر مع والدتي علاج، فكانت فترة العلاج شوي طويلة، فكلمته قلت له مهدي ليش ما تيني لندن وكذي، فقاعد يسولف معاي أوكي خلاص راح أحجز وراح أجي. فعاد أنا أقول له مهدي يعني أنت بتي تتشرى ولا بس تبي تتمشى ونستانس ونطلع شيء؟ تقول له لا راح أتمشى يعني وبس. قلت له مهدي انا طالع معاك معسكرات واعرفك بالسوق شنو تسوي، يعني انت ريال توديني راح توديني يعني راح تخليني اقط فلوسي كلها؟ لا. قال لي لا ايش كثر يكفيني؟ قلت راح يكفيك المبلغ الفلاني اذا انت ما راح تتسوق يعني. قال لي خلاص اوكي انا ان شاء الله اليومين ورد وي لندن ان شاء الله. قلت له اوكي. مهدي القلاف وصل تقريبا بعد يومين وصل لندن. ها وين تبي نروح؟ الكافيه الفلاني، تبي نروح المطعم الفلاني؟ قال لا اخوي بروح السوق. قلت له انت قلت لي متى ما رايح السوق؟ والله ما مدانا. وصل لندن مهدي قاعد تقريبا خمسة أيام قطيت اللي وراي ودوني، ما خليت شيء بالسوق فترة 3 شهور، ما شريت ولا شيء، خلال أسبوع شريت وقطيت كل اللي بكبدي. فقلت له مهدي أنت جاي تقول لي أنا رايح فترة علاج، قاعد أقول لك يعني إن تبي تشتري تقول لي ما راح تشتري، تيهني وتخليني أقط اللي وراي ودوني. فهذه من المواقف مضحكة مع مهدي. وفي موقف ثاني يعني ما ادري ايش اقول عن نفسي ايش مسوي بالريال، بس انا ما يخالف تحمل الموقف هذا. مهدي يحب يمسك مسابيح وايد بيده. فالمواقف المضحكه بيوم واحد انا قعدت معاه، كنت طالع رايحين نشوف مباراه تذكر، فاخذت منه المسباح طبعا 1000% راح يكون ناسي يعني، انا راح اخذه منه ما راح يدري هو. اخذت منه الاول، كان اقول له مهدي ايش رايك نروح ناكل بمطعم تقطني على سيارتي؟ قال لي يلا. طلعت معاه بالسياره، رحنا المطعم اكلنا وخلصنا الحمد لله. يلا قطني على سيارتي، وانا نازل كان اخذ منه الثاني. المهم طلعت بالدرب رحت البيت، وهذا كان يقول لي تعال وين المسابيح اللي اخذتهم مني؟ والمشكله المسابيح يعني كل واحد مسباح يعني يفرق، ويعني انا ما المشكله ما اعرف المسابيح، بس انا ادري انهم قيمين يعني بالنسبه حق مهدي. فوصلت البيت قلت له خلاص ان شاء الله، طبعا اليوم العصر عندنا مباراه كان اذكر، قلت له ان شاء الله اليوم العصر اجيب لك المسابيح. قال لي خلاص اوكي. طبعا هو ما لك امل انه يشوف المسابيح يعني. المهم ردينا كانت عندنا مباراه. المهم مهدي وتو نازل، ها وينك؟ وين؟ يقول لي يلا نازل عشان عندنا مباراه.
نزل ولا بيده مصباح. المهم يا مهدي عطني المصباح، قال لي والله ما اعطيك، ما والله ما اعطيك. ايش دعوه يا اخوي، انا اخوك يعني ايش دعوه، يعني ما في شيء، كله مصباح. قال لي تول يوم انت ماخذ مني اثنين. قلت له ابن الحلال بس خلني اسبح شوي فيه وارد لك، يعني ما راح اسوي شيء. قال لي والله ما راح اعطيك اياه. قلت له زين، انت امسك طرف وانا امسك طرف، انت سبح بصوب وانا اسبح بصوب. قال لي خلاص اذا كذي اوكي. مسكه صوب وانا مسكت صوب، قعدت اسبح معاه نص دقيقة، والله ما ابي اقول نص دقيقة، قول دقيقة، دقيقة. كان اقول مهدي كنا فلان قاعد يناديك على المدرج. المهم كان يهد المصباح بايدي ويمشي. فهذا كان المصباح الثالث اللي اخذته منه، ونفس اليوم انا اخذت منه ثلاث مصابيح. فكانت المواقف الطريفة مع مهدي، وكل مصباح كان قيم عنده. بس بعدين يعني كل ما ياخذ من المصباح كان يقول لي ترى هذا عزيز علي، مال الوالده ولا مال اهلي وهذا. فبس بعدين بطلت من اخذ منه مصابيح. فهذه كانت المواقف الطريفه مع مهدي رضي الله عنه. بتكلم عن صفات عبد العزيز نجيب خارج الملعب. طبعا عبد العزيز نجيب يمكن شخص مقرب لي جدا، يعني في احنا نتكلم بشكل يومي بالتلفون بالساعات، يعني اي امور خاصه في شغلي او في النادي او امور شخصيه نتناقش فيها ونتكلم، اخذ رايه وياخذ رايي. تعودنا على هالامور هذه. يعني اللي يعجبني في عبد العزيز أن لما أناقشه في موضوع يعطيني الحلول المنطقية الواقعية، فهذا الشيء اللي يريحني أن أسولف معاه وأخذ وأعطي معاه. وصادق معاي في المواضيع. في بعض الناس ممكن أن يكلمك ويعطيك بعض الأمور ويرفع لك أو شيء، لكن في الواقع هو مو مقتنع بالكلام اللي يقوله، لكن هو سواء عجبني الكلام أو ما عجبني فهو يقول لي إياه بكل صراحة. فيعجبني الأمر في يعني هالشغلة هذه بالذات تعجبني في عبد العزيز. بالإضافة إذا أنا كنت مثلاً أروح أي مطعم، أبي أروح أتعشى أو أتغدى، على طول عزيز أي مطعم أروح يعطيك الصنف اللي حتى تأكله. فهذا هو مميز يعني من بين الشباب في هالموضوع هذا. إذا بيتكلم عن عبد العزيز نجيب داخل الملعب، طبعاً ما أعطي حقه في الكلام. هو ملقب بالساحر داخل الملعب. الأمانة اللعب جانب عبد العزيز نجيب في ملعب جدا ممتع، يعني زاملته في سواء في المنتخب أو في نادي القرين في موسم من المواسم، أعتقد 2016-2017. عبد العزيز داخل الملعب جدا ذكي في الملعب، يعني عارف هو يعني ارتاح عن الامانه اللعب معاه، كون انه هو عارف بالضبط نفس طريقه تفكيري، عارف بالضبط هو شلون يحرك الملعب وشلون يسحب المدافعين، ومميز جدا في اللعب مع لاعب الدائره. فناهيك عن يعني تصويباته اللي يمكن كل حراس الكويت يقولون عزيز يشوت يمين ويسجلها بنفس الزاويه يمين، لهذا السبب أطلقوا عليه اللقب الساحر. الله أعلم ما أدري، لكن هو فعلا داخل الملعب ساحر. يمكن من ضمن المواقف الجميلة اللي صارت موقف عائلي، طبعا أهله وأهلي على علاقة في نهائي من النهائيات، كان نادي القادسية نادي القرين. النهائي هذا كان نهائي ولا أروع. كان نادي القرين متقدم علينا في أغلب المباراة، لكن في مثل ما نقول ربع ساعة الأخيرة قدر نادي القادسية أنه يرجع مرة ثانية ويقلب الكفة على نادي القرين. يمكن كانوا عيالي وعياله يشاهدون المباراة في البيت عندي، وكانت الأجواء بينهم عقب ما خلصنا المباراة طبعا يشرحوا لي الأجواء اللي كانت. كانت الأولوية لهم هم في أغلب المباراة، متحمسين ومستانسين، وكانوا عيالي يعني زعلانين أن راح نخسر المباراة. لكن لله الحمد يمكن الله وفقني في الكرة الأخيرة أن أسقط الكرة للاعب الدائرة بروحه وسجل الهدف، ففزنا في المباراة. بهاللحظة هذا أنا ما أدري ودي أواسي عبد العزيز أو يعني مثل ما نقول أطنز عليه، وخاصة لما رديت البيت وشفت الأجواء في البيت كانت أجواء حزينة بالنسبة حق عياله، وأجواء يعني
مستانسين عياله وكذي، فكان من المواقف اللي فعلا مؤثرة بالنسبة لي، موقف جدا جميل وما أقدر أنساه في اللحظة هذه. مثل الأعلى في الكويت الكابتن صلاح أنس. الكابتن صلاح أنس كنت يعني لاعب صغير، كنت أشوفه بنادي فحيحيل، كان ما شاء الله من الطراز العالي، فحالفني الحظ أن أشوفه معي بالمنتخب. يعني الفترة اللي كنت أنا بالمنتخب كان هو بالمنتخب معي، فمن الشغلات اللي كنت يعني غير أن أنا كنت معجب فيه كلاعب، من الشغلات اللي كانت مميزة فيه أن كابتن صلاح كان يعني مطبق الاحتراف على نفسه من زمان. يعني من الناس اللي كان يهتم بنفسه، بالتمرين، بالأكل، بالإصابة، يعني حتى شغلات بسيطة كان يهتم بنفسه فيها. فهذه الشغلات يعني اللي يعني حبيتها زيادة فيه قبل، يعني فوق لعبة يعني، وتعلمت منه الكثير صراحة. يعني مع المنتخب كونه هو قائد وككابتن فريق يجيب لك حقك، أو أنه يعني يعرف شلون يتعامل معاك. يعني أنا كنت فترة المنتخب بدايتي كنت صغير يعني، وكابتن صلاح كان أكبر مني بالعمر، يعني كنت أنا بس أشوفه بالملعب يعني ما كنت ألعب معه. فالفترة هذه تعلمت من كابتن صلاح حتى من برا الملعب، علمني حتى شلون إني أحافظ على نفسي، علمني شلون طريقة الأكل، علمني شلون، لأن كابتن صلاح كان يعني كل شيء محسوب عنده، الأكل، طريقة التمرين، الراحة، التغويات، يعني حتى شغلات بسيطة يعني كان يسويها كابتن صلاح كنت يعني ما كنت أعرف لها ولا كنت أفهمها يعني. فهذه من الشغلات المميزة بكابتن صلاح ومثل الأعلى بكابتن صلاح. ودي أتكلم عن مثل الأعلى محلياً. أنا أعتبر من اللاعبين المحظوظين اللي زاملت الشخص هذا اللي هو علي مراد. علي مراد بالنسبة لي هذا أسطورة حية، سواء هو كان لاعب أو هو حتى اليوم في مجال التدريب. علي مراد بالنسبة لي خط أحمر، دائماً ألجأ له في مثل ما نقول الأمور الفنية داخل الملعب. لاعب تعلمت منه الجدية في الملعب، تعلمت منه الإصرار والعزيمة، تعلمت منه القتال، وكان هو يعني زميلي في معسكرات المنتخب، كان هو على طول معاي زميلي في الغرفة، فكنت أشوفه حتى عن قرب هو شلون يتعامل حتى مع بيته، مع عياله، مع أصدقاء المقربين. فكانت تجربتي أو مزاملتي للكابتن الكبير علي مراد من أجمل الأمور اللي حصلت لي في حياتي. مثلي الأعلى على مستوى الدولي يمكن في بطولة 2009، لعبت البطولة هذه في كرواتيا، كأس العالم 2009 في كرواتيا، لعبنا مع المنتخب السويدي في المعسكر. أنا بالنسبة لي منتخب السويدي هو منتخب رقم واحد، والسيستم مالهم طريقة لعبهم هي المفضلة بالنسبة لي. فكان في لاعب عندهم اسمه دوبيلر دودر، صانع ألعاب منتخب السويد من أصول سلوفينية. اللاعب هذا يعني معجب فيه أنا بشكل كبير، ومن حظي أن زاملته في البطولة هذه وصار صديق لي، ولغاية اليوم إحنا متواصلين ونتراسل بين فترة وفترة. مثلا عالميا كان لاعب منتخب كرواتيا بلتش، يعني هذا يعني كنت أتمنى أني أشوفه، يعني لاعب كنت أشوفه بس بالتلفزيون. من مميزاته يعني كان يعني صراحة شيء فوق الخيال، طريقة شوته، طريقة لعبه، فنه، شلون يلعب مع الدائرة، شلون كان يلعب بالملعب. فهذه من الشغلات اللي كنت يعني أتمنى اللي إن أنا كنت أشوفه. سبحان الله حالفني الحظ سنة 2009 كأس العالم كرواتيا إن إحنا نطيح نفس المجموعة، فكنت لما أشوفه يعني بكل وقت أشوفه وهو نازل عريوق، أشوفه وهو طالع رايح الباص، أشوفه. ففي شغلات كنت تشوفها باللاعب يعني كانت مميزة، أنه يعني مهتم بنفسه كلاعب، عنده الانضباط التام تقريبا الوقت بالملعب بالتسخين. فهذه من الشغلات المميزة اللي يعني حالفني الحظ فيها أن أشوفها بلاعب منتخب كرواتيا اللاعب بلج. بالنسبة لهواياتي طبعا احنا بالكويت غير كرة اليد، يمكن انا كنت لاعب كرة قدم في المراحل السنية، طلعت من كرة اليد لعبت كرة قدم شوية ورديت مرة ثانية ألعب كرة اليد، ولله الحمد توفقت في كرة اليد.
فأتوقع كل شباب الكويتي هوايته الأولى كرة القدم، لكن من بعد ما يمكن مثل ما نقول دخلنا على عالم الاحتراف شوي، ما كنت أقدر أن أستمر في الهواية هذه وألعبها يعني خلينا نقول بشكل دوري، كون أن الأمر هذا راح يأثر علي ويمكن يجيب لي بعض الإصابات. فبين فترة وفترة أحاول أن ألعب كرة القدم، خاصة في فترة انتهاء الموسم، هي فترة اللي تكون إحنا بعيدين عن كرة اليد، ففي الفترة هذه ممكن أن ألعب أنا كرة القدم سواء في رمضان أو في بعد رمضان في نهاية الموسم نقدر نلعب كرة القدم. بالنسبة لخططي المستقبلية، طبعا الكل يقول لي ان انت ممكن انك تصير مدرب اذا اعتزلت يعني كرة اليد، او انك تصير اداري، لكن انا ما اشوف امان نفسي لا في التدريب ولا في الادارة، يمكن اشوف نفسي في الاعلام اكثر، ما ادري يمكن المقابلات او هذا، لكن اشوف نفسي اكثر في التحليل. يعني يمكن توجهي الفترة الجاية اذا الله كتب لنا وياكم العمر ان اتوجه الى التحليل، واتخصص في المجال هذا من بعد الاعتزال، اتخصص في المجال هذا واحاول ان احصل على الخبره الكافيه في المجال هذا، وممكن ان نقدم شيء جديد لكره اليد الكويتيه على المستوى المحلي او على حتى المستوى الدولي. من هواياتي غير كره اليد لعبه الحديد، ان كونها لعبه رياضيه، واللعبه هذه نفسها يعني كانت يعني تساعدني على اني العب كره اليد. يعني كانت مثلا فتره مثلا الموسم اكون اروح الحديد مجرد ان تقويات، نهايه الموسم لا اروح مثلا كتقويات وان احافظ على وزني، كون تتوخر تكون احنا مثلا عندنا نهايه الموسم 3 شهور راحه او تقريبا 2.5 شهر، فالفتره هذه عارف ان مثلا ما في مثلا موضوع ان تمرين او ركض او اي نوع من انواع الرياضه، فكنت اروح الجيم عندنا. والفتره الاخيره يعني صراحه مثلا في المعاهد هذه الكبيره الجيم يعني اللي تقدر تروح تغير جو فيها وهم تضيع وقتك بنفس الوقت. اما بالنسبه حق الخطط المستقبليه بعد الاعتزال، الكل يقول لي ليش ما تتجه حق الجانب الفني، وانا اشوف نفسي بالجانب الاداري للحين ما اقدر اخذ قرار فيها، بس انا اشوف نفسي في الجانب الاداري. وفي نهايه حلقتنا حاب ان اوجه الشكر لاخوي النجم عبد العزيز نجيب، واكيد الشكر موصول الى اخواني الاستاف العاملين في القناه الثالثه والغامين على البرنامج. الشكر موصول لكم جميعا، وإن شاء الله نكون معاكم في حلقات قادمة، يعطيكم العافية. في النهاية أحب أشكر القائمين على برنامج بيني وبينك، وأحب أشكر أخوي مهدي اليلاف، وإن شاء الله أكون خفيف ظل عليكم ويعطيكم العافية.